اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن احمد كنا بنتكلم عن 3-5-2 و 3-4-3 والشرح تطبيق 3-5-2 في الاثنين رؤوس الحرب. الفارق بينهم ايه؟ وتعالوا نشرحها كده عملي للناس على الايباد. بص يا سيدي، مبدئيا يلا بينا. انا مستني الصوره تيجي على الايباد. ايوه كده، مش ممكن. 3-3 بالظبط. وبعد كده وسط الملعب احنا هنلعب 3-4-3 في الاول عشان نشرح الفرق. فاحنا بنتكلم على ان اللي شايل الجناح عندك لاعب حلو، واللي شايل العمق عندك 3 بني ادمين. فبالتالي انت عايز السبورت يجي لك دايما من واحد من المجموعه اللي موجوده هنا. تمام. لما يطلع الجناح من بيته علشان يدي دعم للظهير، مين اللي بيبقى مالي العمق ساعتها؟ انت عندك 2 مهاجم بيرحل لجوه، بيخش لجوه وجناح، مظبوط. فانا عندي 2 بيملوا لي العمق. طيب تعالى بقى نرسم 3-5-2 بنفس الفكره وبنفس الطريقه كده ونفس التطبيق اللي بيعلموه في الكورس بتاع الرخصه سي اللي هو المبادئ يعني. تمام. فاحنا هنا بنتكلم في ان 3 والاثنين الظاهرين الجنب، وبعد كده بنتكلم في الشكل ده. بيبقى كان عندك كام واحد على الوينج؟ عندك برضو نفس اللعيب، لعيب واحد على الوينج. فاللعيب اللي على الوينج عايز دعم، فانت يا اما بيطلع له مهاجم، يا اما بيطلع له قلب دفاع، يا اما بيطلع له لاعب ارتكاز. لو خرج المهاجم من بيته عشان يدعم الجناح، يعني لو احمد سيد زيزو هو اللي راح يخرج يدعم الباك ليفت اللي هو على سبيل المثال فتوح اللي غايب النهارده، بيبقى فيه كام واحد بقى في العمق الهجومي؟ واحد بس. على عكس الطريقه الثانيه اللي بيبقى فيها 2 في العمق الهجومي، وبالتالي اللعيبه او الجمهور بتاع الزمالك بيحس ان في نقص. اللي المفروض يعوض النقص ده في الحقيقه هو الراجل ده. عشان كده لو جبت الجول بتاع سيراميكا هتلاقي ان امام عاشور هو اللي واخد الدور ده. فهي الطريقه دي معموله علشان تخدم على امام عاشور لانه اكثر لعيب الزمالك قدره وحركيه. لو زعلنا الجول بسرعه هيبين لك القصه بتاعت التطبيق بتاع 3-5-2. هذا الموضوع اللي قدام الثلاثه ده بيبقى دفاعي بحت صح؟ الثلاثي الاولاني، الثلاثي، لا الثلاثي الخلفي ده اوكي. الخمسه في ظهير ايمن وظهير ايسر وثلاثه في وسط الميدان. واحد قدام الثلاثه مظبوط، اللي هو يعني دفاع لك رؤى او اللعيب رقم 6 دفاعي بحت مظبوط، والاثنين اللي جنبه يبقوا 8 بوكس تو بوكس مظبوط. مين في الزمالك؟ امام عاشور. انت كده طبعا لازم تتوجد لزيزو دور لو هتلعب باثنين راس حرب زي ما حضرتك عايز تقول. سامسون وسيف الدين جزيري، تخلي زيزو وامام عاشور صح؟ مظبوط. ده الافضل. زيزو يبقى لعيب رقم 8 يمين، يمين وامام لعيب رقم 8 شمال. تمام. اللي هو بيحاول يعمله فيريرا من وجهه نظري انه كان يحط رؤى ويحط جنبه امام وزكريا الوردي، والاثنين يقوموا بالدور اللي عز قاله، واحد بيساند الجبهه اليمين وواحد بيساند الجبهه الشمال، وبعدين الاثنين ينطلقوا للقلب لما حد من الاجنحه يطلع لبره يفتح عرض مالي بيخش هم يكملوا لجوه. بالظبط. ده اللي هو الراجل عايز يعمله، بحيث في الاخر الزمالك يبقى عنده انتشار عرضي بخمسه، الاثنين التمانيات راحوا والاثنين الوينج باكس راحوا وعنده المهاجم، اي حد بيتحرك في حد بيخش يعوضه. لكن الطريقه دي بالنسبه لي مش راكبه مع الزمالك. كل فكري في الزمالك انه بيعمل كده ليه؟ عشان هو عنده دلوقتي اسيت في نص ملعبه، عنده لعيبه كتير في نص ملعبه. صح. عنده زكريا الوردي، عنده رؤى، عنده امام، عنده عمرو السيسي، عنده لسه هيجي له بنبيل دونجا لما يرجع من الاصابه. فهو عايز يستفيد بالقدر الاكبر من اللعيبه اللي عندها خصائص تقدر تعمل تكمله هجوميه. اذا اللعيبه هو المفروض عليك الطريقه، مش الطريقه اللي انت اخترتها في بدايه الموسم جبت عليها اللعيبه. انا دي وجهه نظري. صح. دي حقيقه طبعا، ده الحقيقه في الطريقه اللعيبه ووجود اللعيبه دي. موجود في الزمالك النهارده هو مش هيلعب 3-5-2 خالص، مش هيفكر فيها اصلا خالص. هو ده كان جزء من ادارته للازمه، بس هي للاسف صدرت له ازمه. لان ليه حصل بقى كده؟ ان امام عاشور غاب. فلما امام عاشور غاب بان قد ايه هي الخطه هي مبنيه علشان تخدم على امام عاشور وعلى احمد سيد زيزو. فلما امام عاشور غاب انت خسرت واحد من 2 من قوتك يعني. نعم. فاتصدرت لك الازمه. هو الاهم كمان لو الزمالك رجع ل 3-4-3 بعد عوده امام عاشور المفروض، فهو عنده امام، عنده رؤى بيقدم مستويات جيده هو بيعتمد عليه، عنده عمرو السيسي دخل معاه في مباراه الاهلي وامبي. هو هيعتمد على مين في نص الملعب؟ هيعتمد على مين في الاثنين؟ يعني هيحط رؤى وجنبه امام ولا هيحط عمرو السيسي؟ هيحط مين من دول جنب امام عاشور؟ يعني اعتقد امام هو اكتر واحد حاجز مركزه للخصائص اللي بيأديها في الملعب. هتحط مين؟ ولما يرجع لدونجا هيحط مين؟ يعني انا اعتقد ان فيريرا لو كان عنده هو كان عايز التولز يلعب 4-3-3. بس طبعا هو يبقى مهم جدا ليه ان هو ما يعملش كده النهارده، لان ايهاب جلال درس او يعني قدر يكسب 4-3-3 فنيا في الماتش بتاع بيراميدز. مظبوط.
يعني كان مبهدل 4-3-3 لان جناحين بعاد عن ان هما يعملوا الدور الدفاعي، فقام طير له مارسيلو وكريم العراقي، وكان مارسيلو وكريم العراقي كانوا بيلعبوا حسين السيد، حسين السيد كانوا بيلعبوا زي كانهم هما الاجنحه الداخليين يعني، زي كانك بتتفرج على ماتش لتشيلسي. فكانت هي دي نقطه القوه الرئيسيه اللي موجوده عند المصري يعني. فعشان كده لو ناوي يروح ل 4-3-3 في اي وقت، النهارده مش انسب وقت يعني.